نعترف على أن الزواج من حكمة الله سبحانه عز وجل ومن مراد الله للناس. الله عز وجل أمر الناس بالزواج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالزواج ورغب الله ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج ترغيبا، وحث على ذلك حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدين، ثم أمرنا أن نتقي الله في النصف الآخر. يا عشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. فهذه دعا من كل الشباب رجالا ونساء يريدون الزواج، هذا شيء يقين. لكن الباءة أحيانا احنا غادي نوصل من الأسباب عدم توفر الباءة. الباءة هي القدرة المادية والجسدية، ولا سيما الآن القدرة المادية. إذن البطالة سبب رئيسي من أسباب زحف الناس عن الزواج. يقابل هذه البطالة، يقابلها غلاء المهور وغلاء التكاليف والطقوس أحيانا غير شرعية أصلا، من قاعات للأعراس وحفلات وأجواف وضيوف وذبائح وهدايا وذهب واشتراط شروط ما أنزل الله بها من سلطان. فأمام حتى إذا كان الشاب يعني قادر، عنده واحد الثلاثة بعض الثان يعني قادر يفتح بيت مع في بنت الناس، وإذا يعني يقف أمام هذا غول التكاليف، غول المتطلبات، بعضها مقبول وبعضها فوق الطاقة. وإذا هذا أيضا عزوف أو عامل آخر من عوامل العزوف. العامل الثالث هو التوفر، وأنا نقدر نبدأ من الأول، هو هذا الوازع الديني، بمعنى أن الإنسان يتوفر أمامه الحرام بيسر بسهولة بدون أي تكليف. أحيانا لا يكلفه الحرام درهما واحدا، ويعني تيسير الحرام ثم تعسير الحلال، هذا أيضا في سبب رئيس من أسباب الكبرى لعزوف الناس عن الزواج. يقول لك الآن أنا عزف الزوج، لماذا؟ نجيب وحدة تكلفني خصها لا أحد المطالب يومية على يعني لا حد لها في الوقت الذي الحرام متوفر. فإذا يشبع غرائزه في الحرام ثم بعد ذلك يعيش حياته العادية الطبيعية، يعني إما مع والديه إما له شقة صغيرة يعيش فيها، ولكن يعني حاجته الفطرية يقضيها خارج البيت، يقضيها في الحرام. إذا توفر هذا الحل، ولهذا نعترفه في الحقيقة اليوم في المجتمعات كلها، الحرام ميسور متيسر ويعني على قارعة الطريق، حرام على قارعة الطريق. الحلال أصبح صعبا جدا للغاية من التكاليف وكذا. نقطة أخرى وهو تعدد الزوجات الذي شرعه الله عز وجل من أجل، لأن المنقول عزوف يعني الشابات وشباب. الشابة أحيانا لا يأتيها الشاب الأعزب كذا كما هي، ولكن يأتيها رجل ربما يستطيع أن يوفر لها كل المتطلبات، مسكن خاص وإلى آخره ومهر على سنة الله ورسوله. لكن نصطدم أمام الأعراف الفارغة، أمام مجتمع يرفض الحلال، يرفضه ويشنع من أمره. حتى من في الجانب السياسي هناك الآن من يطالب كما طالب السكر، يطالب بتحريم وتجريم تعدد الزوجات، وكما تطالب وتشنع من أمره مونيد نبيل مونيد. ويكفي أن أشير إلى أن هذين هما رجلان أو رجل وامرأة يعني على رأس أحزاب سياسية في البلاد. إذا تحريم وتجريم ما أحل الله من فوق سابع سماء، ولكنهم أبدا ما نادوا فيهم من أيام التحريم والتجريم بالزنا والطعارة، بل ربما يعتبرون ذلك من داخل في الحرية الشخصية، في الحرية الفردية، أنه
وداخل في مفردات الديمقراطية أن الإنسان حر أن يفعل فيه، هو حر ديمقراطي أن يفعل ما يشاء، لكنه محرم ومجرم أن يفعل ما يشاء تحت مظلة الحلال الذي هو تعالى بسرعة. هذا أمر خطير جدا ويسيما بالنسبة للفتيات. فيجب أن نعترف أنه الآن عالميا عدد الرجال عدد الذكور ربما يضاعف عدد الناس، وإذا ما هو الحل؟ ثم بعد ذلك العزوف عن الزواج ويتمثل في أحيانا تأثير الطلاق. الطلاق شرعه الله من أجل الإنسان أن يتزوج مرة أخرى، يعني يريد تتعذر الحياة الزوجية لسبب أو لآخر بين الزوج وزوجته فيتفقان على الطلاق، لكن يصطدم أمام التكاليف لا أول لها ولا آخر، سواء في المحكمة سواء في هذا في العدة والمتعة تصل إلى الملايين إلى كذا إلى المحاكم إلى المحامي إلى هذا. فماذا يفعل الإنسان حينها؟ أولا يعزف عن الطلاق، ثم بعد ذلك أيضا لا يستطيع أن يتزوج الثانية لأنه محرم ومجرم في واقع الأمر حتى إن كان القانون لا يمنع ذلك، ولكن العراقيل لا أولها ولا آخر. وبالتالي يجد نفسه الإنسان إذا ما اتقى الله يجد نفسه في أحضان النساء والزاني، لأن هذه الأسباب دينية، أسباب مادية، أسباب اجتماعية، أسباب أحيانا ربما أيضا قانونية. عندما هذا ذكرته آنفا عدد الزوجات أيضا، يعني هو حل الفتيات على وجه الخصوص عنفت، ولكن أمام القانون العسير والعقبات والعراقيل وكذا فأول من يحرم يحرم تلك الفتاة من فتح بيت المملكة لحياتها الصغرى وللاستمتاع بغريزة الأمومة التي زرعها الله عز وجل في كل الناس.